إخوان السلام عليكم. الساعة 9 احنا نبلش اللي إذا كمل خلي يكمل ويسمعنا من الحديث. أول شيء أهلا وسهلا بكم هاي وصف العمل. لأنه كان هي ورك شوب هي ليست محاضرات. هذه لازم نخليها في بالنا. هي طريقة تكلمنا من الدكتور قاسم سابقا انه هي ليست طريقه كلاسيكيه للتعلم، ما نقول للتعليم، للتعلم، كليتنا نتعلم، احنا كلنا وي ار ليرنينج تيم. وهمين ارد اقول لكم حقيقه انا اشكركم لانه كل ورشه عمل اسويها ارجع اعيد المعلومات اللي انا قسم منها ناسيها واللي قسم منها راحت من عندي، فشكرا لكم لان انا هم دا اتعلم مو بس انتم دا تتعلمون. واحنا نبقى نتعلم until the end of our life. لا يمكن لأحد أن يملك كل شيء في كل وقت. يبقى الإنسان يتعلم إلى أن تكمل حياته. فاليوم ورشة العمل تختلف عن بقية الـ teaching sessions. أولاً هي مو classical presentation. بها doing، بها action، بها application. تقديم المعلومات وإنما للمناقشة ولحل بعض الأمور اللي هي كانت واضحة. أو توضيح بعض الأمور اللي هي غامضة، وهذه بالميديكال إدوكيشن يسموها فليبت كلاس روم تكنيك، الصف المقلوب، لأنه سابقا يجي الطالب للمحاضرة كل شيء ما يعرف، أو التيتشينج سيشنز نفسنا نسميه محاضرة، تيتشينج سيشن، كل شيء ما يعرف عن الموضوع، يتفاجئ بالمعلومات، يرجع إذا هو شاطر راح يرجع يقرأ الموضوع، إذا مو كل الشاطر راح يعيد للامتحان يقرأها، وهي ربع المعلومات راح تبقى في باله، أما إذا هو قاريها بفور هيد ويجي يسأل الأستاذ عن قضايا هو ما فاهمها ويرجع يقرأها مرة ثانية راح تشوفون الموضوع يختلف تماماً. والطب هكذا ولدي هي بناء معلومات طابوقة فوق طابوقة، ما ممكن يجي العلم كله one shot، هو بناء، هو construction theory، بناء المعلومات فترة ورا فترة. ما راح أطول وقتنا اليوم لأنه من خمسة من تسعة من خمسة العصر جزء شوية. المهم أريد تعرفون شنو الديزاين مال الكورس مال اليوم. طبعاً هذا الكورس هو تسوي النتورك RCP إيراق نتورك، مثل ما تعرفون شبكة زملاء الكلية الملكية البريطانية لندن من العراق اللي هواية موجودين الآن بالستيرن كوميتي من الأساتذة والطلاب موجودين بها، صار سنتين نشتغل والحمد لله صعدنا باسم العراق بحيث الآن العراق رابع دولة على العالم في علاقتها مع الكلية الملكية البريطانية في عدد الأعضاء والأسوشيات ممبر والأسوشيات ستودنت ممبر اللي انتموا للكلية الملكية البريطانية، صعدنا من 36 إلى رقم 6 إلى الآن رقم 4، عبرنا هواية دول آسيوية، أول دولة بالميدل إيست والمينا ريجن تصعد هكذا صعود، هذه موجودة على الويب سايت مالت الرويال كورت، إذا تروحون تشوفون مال لندن راح تشوفون هاي المعلومة موجودة. اليوم الوركشوب راح تكون الهدف مالتها فيكون واضح، احنا ما نريد نطلعكم كارديولوجيست. الفكره انت شلون تستخدم الاي سي جي بالبراكتس مالتك از براكتسينج فيزيشن. ومن نقول براكتسينج فيزيشن يعني مو طبيب باطنيين، طبيب النسائيه، طبيب الجراح، طبيب الاي ان تي، من يجي مريض وعنده وياه تخطيط يسوي له عمليه او يريد يسوي له اجراء او يتدور، هذه basic knowledge ولذلك سميناها basic ECG course، فهو ليس detailed course for cardiology specialization. It is a course for practicing physician. فحتى تعرفون الليفل مال المعلومات اللي تنطي من الأساتذة اللي يكون هنا. طبعا هذا السيشن بتقديم بـ questions and answers بـ pre course and post course evaluation form وبـ application. فبي مختلف التيتشنج ستراتيجيز او التيتشنج انستراكشنال ميثودولوجي. بالمناسبه اكو طرائق تدريس يتساعدون بها، منها لارج جروب تيتشنج، سمول جروب تيتشنج، كلينيكال تيتوريال، في طب بغداد عندنا اي ال اي انتراكتيف ليرنينج اكتيفيتيز الى اخره. فهنا راح تشمل مو فقط برزنتيشن وانما في فري في اي وقت. يو هاف تو ديسكس ذا ايشو اند ذن تو ابلاي ات. الاجنده توزعت عندكم ونشرت على الفيسبوك والبيج مالت الرويال كوليدج ار سي بي راكي نتورك. ورا الايفالويشن فورم راح ابدي انا اول برزنتيشن راح يشمل النورمال اي سي جي والنورمال كليتشر والويفز والانتربلز والكالكوليشن اوف ذا ريت والريذم والاكسس. وبعدين راح نروح وراها الى
الهايبرتروفي والووتج كرايتيريا وبعض الابنورماليتي اللي نشوفها. وراها راح نحكي على التكنيكال بروبلم اللي صادفنا في حياتنا العمليه في اجراء التخطيط والانتربريتيشن مال التخطيط. وبعدين راح تروح استاذه عمر راح تحكي لكم على الاسكيميك هارت ديزيز، ذا موست امبورتنت توبيك اللي تواجهوه في حياتكم العمليه، وشلون نربط بين التخطيط والحاله المرضيه اللي يجينا بها المريض، وشلون نقول هذا ما بي شيء او هذا بي شيء الى اخره. بعدين استاذ شاكر راح يحكي على الكوندكشن ديستربنسز والهارت بلوك. واخيرا نختمها افتر لايف مثل ما قلت بالريثم ديستربنسز. بالورا السيشن الاخير راح يصير عندنا ابلكيشن، راح تشوفون واحد من عندكم راح ينام ونربط تخطيط ونشوف شنو التكنيك الصحيح لاجراء التخطيط وليد بليسمنت. بعدين راح نخربط الليدات وتشوفون شلون ينفع التخطيط وشلون احنا نفوت بيت فولز ونقرا تخطيط وعبالنا صحيح او نقول هذا ما فاق شنو يطلع هو الحقيقه اكو مستيك بالليد بليسمنت. شلون نعرف الايرور ونرجع للتخطيط ونقول هذا غلط ونسوي تخطيط صحيح. بعدين اكو تو ستيشنز اذا نقدر نسويها ثري ستيشنز، راح نناقش كيسات حالات مرضيه تجيكم وبها ECGs فشلون تتعاملون وياها وش راح تسوون. هذا باختصار للاجنده مالت الوركشوب. طبعا انا اريد فعلا اشكر شركه الحكمه للادويه اللي سوت سبورت لهاي الاكتيفيتي، والحقيقه الاخوان كانوا مبدعين في كل الاجراءات اللي سووها من حجز المكان الى ترتيب الامور الاخرى. واعتقد هذا هو نموذج للتفاعل المثمر ما بين البارتنر في تقديم العمليه الصحيه اللي هي الطبيب والشركات المعنيه بالمستلزمات والادويه والاجهزه الطبيه، وما بين المريض تقديم خدمات صحيه. لا تنسون patient centered، كل شغلنا patient centered، شغلنا في كليات الطب student centered مو teacher centered، شغلنا بالمجال الصحه patient centered. شلون نتعاون بطريقه مثلى للوصول الى تقديم افضل خدمات صحيه للمريض العراقي. طبعا